سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبا خير. نتمنى ان شاء الله تكونوا احسن حال الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم الكتف ديال المغني مشوي في الكركم بلا حتى نقطه ديال الماء، بلا زيت، بلا حتى شي حاجه. بالنسبه لهذا الكتف ديال المحولي، اولا تقدروا ديروا دوك الدروع مع الكوتليت، مع المهم اي جهه في الخروف كتبغيوها غادي ديروها. غادي نحتاجوا ليها معلقه صغيره ديال الكمون، ملح على حسب الذوق، 3 معالق صغار ديال القزبر، والزبده النوعيه الجيده خص تكون شي زبده مزيانه، والحينه بالطبع والكركم. وهذا مثلا البنات غنجيب معلقه، وغادي نجيب واحد كوبايه اللي هنا خلصنا، عندي بنجان ومطيشه غندير بهم زعلوك. صافي البنات، غادي نقطع واحد الطبيله ولا تاش غادي اللي غنشرمل فيه هذا اللحم. نديرو الزبيده تكون الحراره ديال المطبخ زعما طابقه راسها، غنديرو غير معلقة صغيرة ديال الكمون، منكتروش، مليحة على حسب الذوق. إلا من بعد نقدرو معاه اللحى، هذا المشوي، يعني كنقولو المشوي في الكوكوط، بحال المشوي اللي كيدار في الفران، غير هو غيدار في الكوكوط. واحد 3 معالق صغار ديال القزبر الياس، هذا مكان البنات، هاد هوما المقادير ديالنا. غنحاول هاد الزبدة هاكايا نعتها مع هاد العطرية. وغادي نشرمل بها هاد الحيمة ديالي، غنبدا نشرمل بها الحيمات ديالي. صافي غنشرملهم على كدا، صافي غنكملو هكايا التشرميل. غتخليو لواحد نص ساعة على الأقل يشرب هاد الشرمولة ديالو، ومن بعد نخليه يرتاح نمدو بعدا التشرميله ديالو. غندوز نوريكم الطريقه اللي غادي نديرو بها في الكوكوط. الحيمه ديالنا ها هي اللي تشرملات، خليتها واحد نص ساعه حتى لساعه تشرب الشرموله ديالها مزيان. غنحتاجو واحد الكوكوط، ما تبداوش على الكوكوط ديال البنات، راكم عارفين دابا العيد الكبير ما كاين غير التفوار وهذا، يعني راه كنخليو الحكا نعلا ثاني. غادي نحتاج تبصيل هكا، غنديرو في القاع ديال الكوكوط هكدايا، وغادي نسد في هاد الحيمة ديالي. بسم الله، بغيتو ما ديروش الطبسيل ما ديروش، راه ما غيلصقش، ولكن باش كاع نحيدو حنا الشك غادي نديرو داك الطبسيل. صافي نسد في الحيمة بحال هكا، نفرما ونكمل نزيد لهداك الشريملة اللي بقات، غنسد عليها الكوكوط. بعدا غادي نديرها على واحد العافيه اللي تكون متوسطه، يلاه تبدا تطلق التصفار، ونديرها على عافيه مهيله تقريبا واحد ساعه ونص. وحنا كندوزو نحركو الكوكوط بحال الشغل ديال الطنجيه. انا نوريكم كيفاش، نجيب شي زيت نمسح به يديا. صافي غنسد عليها الكوكوط بحال هكذا، ندير الصفاره نخليها يلاه تبدا تصفر، يلاه البنات تبدا تصفر على عافيه متوسطه. نديروها في الراس صغير ونقتلو البوطه ونخليوها طيب ساعه ونص. ومره مره وحنا في الكوزينه كندوزو كنديرو لها هكا، الا في داك الماء اللي غيطلق اللحم كيبقى يدور هكايا على اللحم كامل. ساعه ونص نحلو نقلبو اللحم ديالنا، كان طاب تبارك الله، ما كانش طاب غادي نزيدوه شويه. دابا البنات الحيمه ديالي ها هي اللي طابت في الكوكوط كما قلت لكم، مره غنبقى ندير بحال هكايا، نتمنى الصوره تكون واضحه لكم، ونحركها بحال هكا وبها. غادي نشرب معكم السيكوك، لان انا كما قلت لكم اللحم كنحاول ما كان يكسروني، اما بالعواصر مع الشلايب وهذا، يا اما بشي حاجه بحال هكا بحال الرايب البلدي اللبن، هذا الشيء كينقص الجهد ديال اللحم، كينقص الجهد ديال الكوليسترول في الدم. غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد السيكو الشيشه ديال الشعير. عندي هنا نص كيلو ديال الشيشه، الا بغيتي نجيب لكم السيكو ومن اللي كنت بنفض تبعوا معايا الطريقه. غادي نديرها هنايا وغادي نحاول نغسلها، غنبقى كنغسل فيها حتى يتحيد هذاك النشا ديالها، يعني انا غنبقى نغسلها في ثلاثه ديال المرات حتى لربعه، حتى ما يبقاش داك الماء كيخرج بيض بحال اللي كيعمل النشا الصغير. هذا هكذايا غادي نغلونا كما شوفوا الماء كيخرج بيض، يعني راه باقي فيه داك طحين الشعير. كنخويه عاوتاني كنغسلها المرة الثانية 3 ديال المرات، هانتوما 3 ديال المرات هكا، غنبقى مستمرة هاد الثانية
المرمليت نغسلها 3 ديال المرات، غادي نخليها مرقده في الماء واحد نص ساعه تيتطبخ ليا داك الشعير مزيان. البرمله اللي دايره حطيها الماء في غلي باش نطورها، من بعد ما نخليها مرقده واحد نص ساعه في الماء غندوز نوريكم كيفاش غادي نطور. هانتوما شوف ها هو دا الماء ولا كيف كيفاش. دابا غنديرها في الماء، غنخليها مرطبه في الماء واحد نص ساعه، ومن بعد على جبلي اللي كيطبخ الماء في البرمه غندوز نوريكم كيفاش غنديرها تطور، يعني طريقه بسيطه وعاديه. ها هي ديك الشيشه ديال الماء، بعد ما دازت تقريبا واحد نص ساعه خليتها كما قلت لكم تزكى ونصفيها. في هذا الوقت اللي خليت الشيشه كتفزت نقيت الخضيره اللي غنرافق بها الحيمه ديالي، غنديرها صوطي هذه الخضيره في الزو بطاطا وداك الخس والبربه في بربه خلطت السلقه تخليتها تبرد وغسلت الماء مع شويه ديال الخل. غسلت الديسير الدجاج ديالي راه كيتشوى، صافي هانتوما الشيشه ديالي راه نشفات ولا كيفاش تاكدوا من الماء ديالها كاع خرج منها. غناخد واحد البصعه غندير فيها ديك الشيشه ديالي وغندير لها واحد شي شويه ديال الزيت بحال هكدايا، ونحاول ندير ندخل فيها داك الزيت هكا الحم هادي. هاد الزيت ما غايخليش دوك الحبات ديال الشعير يتلبزو مع بعضياتهم. صافي البنات غناخد واحد الكسكاس ندير فيه الشعير ديالي، البرمه راها كتغلي وغادي نبغي تفور نص ساعه، تصبروا نص ساعه وتحيدوه ونرشوه بواحد الكاس ديال الماء، نعاودو ردو يتفور نص ساعه نرشوه الكاس ديال الماء ثلاثة د المرات، يعني ساعة ونص تقريبا كتوجد هاد الوصفة، ساعتين ديال المعجنة كتوجد، نص ساعة باش كيشرب الشعير ونص ساعة ديال كل ما بين كل هذا والطياب ديالها. الكوكو ديالي كيما قلت لكم مرة مرة كنزيدها حتى وكنزعزعها، الدنجال هو داك التشوى والبرمة ها هي ديال المعجنة. غندوز ندير لها الكسكاس ديالها ديال الشيشة ونردوها هكايا وصافي البنات. من بعد ما دازت نص ساعة باش تفور ليا الشعير، ها هو الشكل ديالو راه هو مفرك، شتوما ملبز مفيش شي حاجة. غادي نديرو هكا في القطعة ديالي غنخويه، هنا البنات اللون ديالو كيتبدل كيولي بيض. هكدايا هانتوما هو هذا، غادي نطرقو بحال هكا نطرقو، وغادي نجيب كاس ديال العنبة غنعمرو بالماء ديال الروبيني، كاس ونص غنحتاج، وغادي نسقي بيه هاد هاد الشعير، كاس ونص، هانتوما كاس ونص متزيدوش عليه، صافي دابا غنفدو يديا، طبقي سخون شوية، صافي ونخليوه يشرب، من بعد ما يشرب غادي تلقى غادي تقلبو غتلقاو ديك الماء اللي هاد كاس ونص ديال الماء مبقاش نهائيا في الشعير، غنردو يتفور النوبة الثانية نص ساعة، غنديرولو كاس ونص ديال الماء، عرفتيني غنخليه حتى يشرب مزيان، هاديك النوبة الثانية غنديرولو الملحة، غنديرولو الملحة ونردو يتفور النوبة الثالثة وغادي يكون واجد. فهمتو دابا؟ دازت ساعة ونص البنات، دابا غدا ساعة ونص باش طيبنا الحيمة. خلاص الشعير ديالنا كما قلت لكم هو داك راه شرب الماء، راه غنعاودو دابا نيت التفويره الثانيه على ما نشوف الحيمه فين وصلت. انا غنحيدها حداكم، ملي كتشوفوها في النفس كتعرفوا بان الكوكو راه فيها الماء، واخا حنا راه درنا واحد القطره ديال الماء كتزير وما كتبغيش تسكر. هانتوما ها الحيمه ديال الماء، كنتمنى تكون واضحه لكم، ها هي هادي، ها هو دار فيها شي زويته ديالها، كنشوفو واش طايبه، ماشي غير طايبه هابطه زبده، انا غنحيدها حداكم، هانتوما الدرجة حتى تنصو منها العظم ديالها، شتي هو العظم تنصو، ها هو دا اللحم ديالنا، شتو كيفاش كيجي، كيجي غزال صاوب ناضي واقف في المريقة ديالو. كيجي واحد الريحه من كان كيطيب يا البنات ما تصوروش.
صراحة كيجي رائع. هانتوما شفتو كيتحمر راسو. هانتوما راه درنا له تقطرة الما، بقى غير في الزويته ديالو، الغسيل راه بقات في بلاصة. أنا غادي نشيلو نفري، غنحيد الغسيل باش نرد الحيمة ديالي، باش منين نبغي نسخن غنحطها الغدا تسخن. هانتوما الطياب راه طايب هابط الغدا هانتوما، وكانت هذه هي الحيمة المشوية في الكوكوط. الشيشة صافي كما قلت لكم، الثالثه كاع كنديروا فيها الملحه. ها هي ديما ملبزه ما والو، هانتوما مفركه تكون واضحه لكم، هانتوما مفركه مزيان. غنخليها هنايا تبرد، اصلا هادي ما غنديروهاش دابا مع الغدا، يعني حتى نتكاو شويه مورا الغدا، وهذا عاد ناخذوها مع البينه ملي تكون بردات. خصكم تسرحوها بحال هكا مزيان باش تبرد مزيان. وصافي غنخليها هنا في الجنيه. بس اللي غادي نخلص الخضره اللي عندي درتها هنا، سمحوا لي ما وريتها لكمش. ها هي ديك البطاطا والمعدنوس مع خيزو، صوطيتهم في شويه ديال الزويته ودرت لهم المعدنوس، كنت مفوراهم ونخليهم في وسط الفران باش يبقاو سخان. وصافي وخلصت الكرموس والبطيخ، باقي ليا العنب والشهد ديال داخل الثلاجه على جبدهم. غنقاد الطباسيل ديالي، المهم غندوز دابا باش نحط الشلاضه ونقاد الطباسيل، ويكون هذا هو الغديوه ديالنا. اللحم راه جا شي حاجه رائعه البنات ما تصوروش. يلا هنا نخليكم وهانتوما معايا وانا كنوجد الطبيله. شي حاجه واعره، كنصحكم انكم طيبوا بديك الطريقه، كيجي شي حاجه واو الصراحه. تغدينا وتكينا شويه وعاد غادي ناكلوا الساكوك ديالنا. ها انتما كما كتشوفوا الشيشه جات مفركه، ها انتما ما ملبزه ما حتى شي حاجه. وصافي غادي راكم عارفين كلشي كيعرف الساكوك كيفاش كيدير، اللي بغى يزيد له مليحه غادي يزيد له، واللي ما بغاش يزيد له مليحه اكتفي به غير بحال هكذايا. ها انتما لبينا غزاله. كنتمنى الفيديو اليوم بالوصفات ديالو يعجبكم، اللي عجب الفيديو اليوم ما تبقاش عليا باللايك البنات، تعليق زوين. اللي معايا ديما شكرا لكم بزاف، والناس اللي كتنضم لي جديده ما تبخلش عليا بالتعاليق والمشاهده الكامله، ونخليكم على خير وبخير.